السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام عبر موجة 97 FM في حلقة جديدة ومتنوعة من برنامجكم اليومي ترحيب، اللي بنتكلم فيه عن الزراعة والابتكار ومواضيع أخرى. نعم، ونقول مساك الله بالخير. يا مرحبا. يا مرحبا ومسهلا. مرحبا ومسهلا فيكم مشاهدينا الكرام. في حلقة الليلة راح نتكلم بإذن الله تعالى عن مشروع البيوت المحمية اللي تنفذه وزارة البيئة ليساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي الزراعي في دولتنا الحبيبة قطر. كذلك بنتكلم عن الإنجازات القطرية في مجال الاختراعات، واللي حققت عدد من الميداليات في المعرض الدولي الثامن للاختراعات في الشرق الأوسط بدولة الكويت الشقيقة. نعم، إذن احنا نقول ونبارك لهم ايضا على مثل هذا الفوز، ونتمنى لهم المزيد من التوفيق والتقدم. اليوم الحلقة بتكون متنوعة حمد، بإذن طبعا الله تعالى. عندنا بعد مخترعين موجودين، وايضا بالزراعة البيوت المحمية دائما عنها. حلقتنا متنوعة مشاهدينا الكرام. نعم، البداية خلونا نبدا مع انطلاق اعمال اجتماع اصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية صباح اليوم في الدوحة. نعم، ويهدف هذا الاجتماع للتحضير للاجتماع 34 لأصحاب السمو والمعالي ووزراء الداخلية بدول مجلس التعاون المقرر عقده بعد غد الأربعاء. تقرير عن الاجتماع نشوفه وياكم. مناقشة مواضيع تهم تعزيز التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمواجهة كافة أشكال الجريمة وتوفير المزيد من الأمن والاستقرار بدول المجلس، محاور تم وضعها ضمن جدول أعمال هذا الاجتماع. إن التقييمات الواقعية لما يدور في محيطنا الإقليمي توحي بأنه من غير المحتمل في المستقبل القريب أن تخف وطأة التهديد الذي يواجهنا، وأننا بحاجة إلى مزيد من تحليل المخاطر التي تهدد الكيان الخليجي وزيادة مساحة التعاون في مكافحة الجرائم بأشكالها كافة، والاستفادة من الخبرات وتبادل المعلومات والارتقاء ببرامج التدريب في مجال العمل الأمني المشترك. تبقى لمثل هذه الاجتماعات أهمية كبرى في الدفع بمسيرة التعاون الأمني قدما ومواجهة أي مستجدات وتحديات قد تواجه دول المجلس. بدأت وزارة البيئة في تنفيذ مشروع البيوت المحمية الذي يهدف إلى زراعة المحاصيل الزراعية المختلفة داخل بيوت محمية بتقنيات حديثة، مما يحقق نسب معقولة من الاكتفاء الذاتي وتعزيز الإنتاج المحلي للخضروات والحبوب وغيرها من المحاصيل. نعم حمد، المزيد أكثر عن هذا المشروع معنا في الاستديو السيد خليفة الأنصاري رئيس قسم شؤون المزارع بوزارة البيئة. يا مرحبا ومسهلا فيك، حياك الله خليفة في استديو ترحيب. يا مرحبا فيك ومسهلا فيك. في البداية خليفة، ودنا نسألك عن يعني شلون جاءت فكرة إنشاء مشروع البيوت المحمية في قطر، والهدف من تنفيذ مثل هذا المشروع؟ الله يسلمك. بالنسبة للفكرة الأساسية كانت على أساس المزارع، أن زراعة أنواع المحاصيل الجديدة، وفي نفس الوقت استمرارية أنواع المحاصيل على طول الموسم الزراعي. والهدف من تنفيذ الهدف الأساسي كان عندنا طبعا كرؤية وزارة البيئة متمثلة في إدارة الشؤون الزراعية، اللي هو تقليل استهلاك المياه. استهلاك المياه بس الزراعة. هذا يعني هذا الهدف الهدف الاساسي طبعا. ما طبعا في اهداف ثانيه، طبعا هم الاهداف المهمه مشاهدينا الكرام، لكن في اهداف ثانيه ممكن تكون تحقيق الاكتفاء. الاهداف الثانويه لتقليل استخدام المبيدات، طبعا يهمنا اصلا الصحه العامه طبعا. نعم صحيح. نعم خليفة، أنا ودي أسألك، يعني إحنا نعرف أن المبيدات الحشرية وإن كانت لها منافع ولكن لها مضارة أيضا على يعني المدى الطويل، وأتوقع في مرة من الاستضافات كنت موجود ترحيب أسهبت في هذا الموضوع، ولكن ودي أركز معك عن يعني بالحديث أكثر عن البيوت المحمية. هل في أنواع مختلفة للبيوت المحمية؟ وإن كانت هذه الأنواع موجودة، شنو هي المحاصيل اللي ممكن تطلع منها؟ في البداية البيوت المحمية تنقسم إلى عدة أنواع، نقدر نقسمها إلى بيوت مبردة وبيوت غير مبردة. وفي تقنيات طبعا يختلف حسب نوع التغلف اللي عليه، بعضهم يجيك بيوت بلاستيكية، بعضهم يجيك كربونيت عليها، ومختلف أنواع جديدة مختلفة طبعا. تحديث في الزراعة كثير طبعا يختلف من المبردة وغير مبردة حسب نوع المحاصيل الموجودة فيها.
نعم. أنواع المحاصيل طال عمرك عندك الخيار، عندك الطماطم، عندك الباذنجان، الفراولة، الفراولة والشمام طبعا. نعم. منتجات كثيرة كثيرة طبعا، ومن ضمن بعضهم حتى يزرعون الخس الأمريكي، الكرافس، أنواع. إذن أنواع مختلفة. نعم. نعم. حين ودنا نسألك خليفة يعني عن نسبة يعني المزارع اللي تعتمد على زراعة البيوت المحمية، كم نسبتها تقريبا؟ نسبتها تشكل حوالي 30%. 30% من المزارع اللي موجودة. طيب يعني دوركم في تشجيع أصحاب المزارع هذه على أساس أنهم يكثرون منها ويكثرون المزارعين اللي يهتمون في البيوت المحمية؟ دور الإدارة طبعا الهدف الأساسي ورؤية الوزارة تمثل قلت لك في وزارة البيئة وتمثل في إدارة الشؤون الزراعية، عندنا التوجيه النصح والارشاد والتوجيه لاستخدام البيوت المحميه طبعا. كلها مجانيه النصح والارشاد، انتم مجانا للمزارعين وكل من هو يعني حاب ان يدخل في هذا المجال. نعم. طيب خليفه انا ودي اسالك يعني الحين بما ان البيوت المحميه هي متواجده والبعض من الناس يعني يفكر في اقتنائها من جانب الاستثمار، ولكن ودي اسالك هل فعلا صعب توفر هذه البيوت المحميه او صعب استخدامها، ولا الزراعه التقليديه هي اسهل نوعا ما لقله التكلفه وقله مثلا استخدام التقنيات اللي موجوده فيها؟ لا بالعكس، احنا نقدر انا اقدر اختصرها لك في طريقه البيوت المحميه مش صعبه. نعم. مجرد توفير ارض، ارض مستويه. عندك بعد توفير مصادر اشياء بسيطه سمبل، بس في الحلو فيها انه تتحكم في الظروف الجويه، عندك درجه الحراره. ولكن هل التغطيه والماء بالتقطير واتوقع يمكن في تبريد التكلفه تكون بدائيه. نعم. نقول بس على نقدر استثمار طويل الامد. نعم. وفي نفس الوقت انت لا تنسى عندك الاستمراريه في طول موسم الزراعه، عندك منتج، اما في الحقل المكشوف بيكون تعرف بتحكم بعض الظروف الجويه المفاجئه اللي تجيك. نعم. ودرجات الحراره والاصابات. نعم. لا تنسى اصابات الحشريه. نعم. طبعا هي كلها زي ما تقول حتى من كلمتها شوف بيوت محميه. نعم. اذا انا عندي سؤال بس بستاذن حمد يعني ما ادري دائما يجي هالسؤال في بالي ما ادري اذا هو استثماري زراعي؟ لا استثمار الاستثمار عند الشيخ. انا ودي اسالك خليفه الحين يعني لما نجي نقول انه والله هذا المنتج، نقول هذا مثلا الطماط جاي من البيوت المحميه وهذا الطماط جاي من الارض الزراعيه اللي هي التقليديه مكشوفة. هل المكشوفة هل في فرق في الطعم؟ هل في فرق في الجودة؟ هل في فرق أيضا بالحجم؟ طبعا عندك البيوت المحمية هي زي ما تقول تساهم في كمان في زيادة الإنتاج، يعني عندك أنواع مختلفة مثل حجم المنتج تشوفه غير، طعمه غير، يعني أفضل طبعا. أفضل طبعا أكيد بما معنى كلامك. إذا نستخدم فيها مبيدات إذا بنستخدم بشكل بسيط جدا يعني. نعم. في فرق تعرف المبيدات وأثارها طبعا. نعم. على الصحة العامة. صحيح. في نفس الوقت بيكون المنتج عندك طبعا بشكل جوده، الجوده مختلفه جدا في الدرجه الاولى. انواع اللي تنتج في البيوت المحميه. طيب بالنسبه للبيوت المحميه اللي احنا نطالب المقدمين على الزراعه انهم يكثرون منها طبعا، لانها اول شيء صحيه وارشاديه وتوفر يعني حتى الاكتفاء الذاتي في المستقبل، لكن كم نسبه الاكتفاء الذاتي اللي ممكن تحقق البيوت الموجودة الحين، ومتى راح يكون في الاكتفاء ذاتي كامل 100%؟ احنا رؤية الوزارة بالنسبة نسعى بحيث نرشد اصحاب المزارع لاستخدام التقنية هذه، كونها توفر عدة اشياء حتى بالنسبة لصاحب المزرعة، عندك توفير في الأيدي العاملة، تقليل استهلاك المياه، مبيدات حشرية، مبيدات حشرة طبعا تقليل الى ادنى دون في الاستخدام، عندك الجودة تطلع من جودة الانتاج أساس في النهاية أنت يوم تزرع أنت تحتاج إلى الحصاد وتسوق المنتج يعني. نعم. خليفة يعني في كلمة يعني يمكن تكون مطاطة ويمكن تكون مخيفة أيضا لنا إحنا كمستهلكين لما نجي نقول والله لا بد أن يتم استخدام مثلا المبيدات الحشرية ولكن هي لها مضار أخرى، فهل تم اختراع ولا تم اكتشاف ولا تم توفير مبيدات حشرية أقل ضررا على البيئة وعلى صحة الإنسان، وإحنا شو اللي يضمن لنا أن والله أخواننا المزارعين يعني يستخدمون هذه الآلية غير عن تلك الآلية إن وجدت طبعا؟ بس في البداية بحب أعرف للمشاهدين أن بالنسبة للمبيدة في أنواع مبيدات فطرية، في مبيدات حشرية، في مبيدات زي ما تقول تستبق الإصابة. نعم. طبعا وزارة إدارة الشؤون الزراعية عليها رقابة بالتعاون مع وزارة الصحة العامة. نعم. في رقابة دورية طبعا بحيث ان اكتشاف اذا في حالة لا سمح الله اكتشاف اي نوع من المبيدات الضارة، والتوجه العام والنصح حق اصحاب المزارع استخدام المبيدات اللي بعيدة قليلة الاثر، قليلة يعني من يوم الى يومين الى ثلاثة ايام كذا. نعم. في بعضهم تعرف تكون شديدة شوي. صحيح. على المنتج نفسه طبعا، والسعر ترى يختلف يعني هذاك اغلى طبعا. السعر اغلى اللي هو بيوم الأثر بيومين البسيط. الاثر البسيط. نعم. الاثر شلون
بس قبل لا تجاوبنا على يعني شلون يكون سعرها اغلى او اخف، بعض المشاهد المشاهدين الكرام انتم تشوفونها هي من فقره خصصتها قناه الريان في برنامج ترحيب اللي هي فقره مزارع، وكانت هذه بعض البيوت المحميه يعني كتوضيح للمشاهدين كنا نعرض بعض البيوت المحميه وكان واضح فيها الاستخدام والانتاج. سالفه ان المبيدات اغلى وارخص قبل شوي خالد سالك عنها بس انا ما فهمتها ابغى افهم. وتعرف نقدر ناخذها لان صاحب المزرعه ببعض مثلا ياخذ فكره انه ارخص على اساس لان تقليل التكلفه العامه. التكلفه العامه طبعا. بس إن انواع المبيدات حتى البذور مثلا النوعات الجيده مثلا تكلفه أغلى. النوع الجيد تلاقي اغلى بكثير يعني فرق بالعشرات الاضعاف طبعا. بس في النهايه بيطلع لك منتج جيد والمستهلك طبعا بالدرجه الاولى. المبيدات عندك طبعا اللي قلت لك الاثر من يوم الى ثلاثه ايام تلاقي مثلا سعره ترى فرق 100 ريال واكثر طبعا يعني. فانت اذا تتكلم عن كميه كبيره او مساحه كبيره او هكتار او ما ادري شو يسمونها طبعا يزيد السعر طبعا يزيد السعر عليه كتكلفه عامه ولذلك يمكن قد يعول من كذا الله يسلمك فكره البيوت المحميه جات التقليل بالنسبه هو عند الايدي العامله مجرد شخصين زارعين مزارعين يقدرون يتحكمون في البيت المحمي. هذه جزء من البيوت المشاهد عن البيوت المحميه. هاي الخضروات كلها على فكره ترى كل المزارع هذه موجوده في قطر. نعم انتاج محلي قطري 100%. خليفه الانصاري قبل نختم معك كلمه اخيره تدعو فيها اصحاب المزارع الى تكثيف الاستثمار في البيوت المحميه والاستفاده من الدعم الحكومي المقدم لهم. في البدايه احب اوجه اصحاب المزارع للتوجه في الاستثمار الزراعي لزراعه البيوت المحميه بالذات التقنيات الحديثه اللي هيدروبونيك مثل الزراعه بدون تربه. هاي احدث تقنيه طبعا وصلت زراعه بدون تربه نعم. وما شاء الله لو زرتوا الساحات بتشوفون في هناك منتجات موجوده قبل يعني. احنا استضفنا قبل وتكلمنا عن الموضوع هذا اللي هو الزراعه بدون تربه والتقنيات الحديثه اللي وصلتها الحين زراعه طبعا المنتج تلاقي اكثف طبعا حتى المنتج يكون اكثر من في زراعات مثلا النوعات الطبقيه مثلا عندك الفراوله تلاقي في 7 ادوار وبعضهم اكثر حتى سواها يعني التقنيات ما شاء الله كل الناس تدخل فيها يوم عن يوم احسن من قبل. نعم احنا نتمنى لك المزيد من التوفيق استاذ خليفه وللوزاره ايضا وعلى جهودكم يعني المبذوله في هذا المجال ونتمنى ايضا مثل ما قال حمد واحنا نشد على ايدي المزارعين ونقول نتمنى لهم المزيد من التوفيق والبحث والاستثمار في هذا المجال وايضا نبي يعني يكون من عندكم دعم وارشاد وتوعيه وتثقيف ايضا لاصحاب المزارع القطريه على اساس انهم فعلا يقدرون ينافسون في هذه السوق المحليه اللي انا متاكد انه فعلا السوق ما زال يعني يحتاج الى الكثير من المزارع القطريه وايضا هذا دليل على يعني جهودكم الدائمه والمستمره في هذا المجال واحنا بدورنا نشكرك مره ثانيه على حضورك معنا السيد خليفه الانصاري رئيس قسم شؤون المزارع في بلديه في وزاره البيئه عفوا وزاره البيئه خربتها في الاخير الله يحفظك مشكور يا خليفه ما قصرت الله يحفظك شكرا بالتوفيق ان شاء الله يا خليفه. مشاهدينا الكرام فاصل وبعد الفاصل بنتابع اختراعات قطرية تحقق أعلى المراتب بالمعرض الدولي الثامن للاختراعات في الشرق الأوسط. حياكم الله من جديد أعزائي المشاهدين في إنجاز متميز جديد حققت دولة قطر 3 ميداليات ذهبية في المعرض الدولي الثامن للاختراعات في الشرق الأوسط بدولة الكويت الشقيقة بمنافسة بين 160 مبتكر من 30 دولة. نعم للمزيد عن المشاركة القطرية في هذا المعرض معنا الليلة في الاستديو كل من السيد محمد جاسم الكواري مدير مركز المبتكرين بالنادي العلمي والمخترع المهندس محمد الحسني رئيس قسم الطاقة المتجددة بالنادي العلمي. يا مرحبا ومسهلا بك يا محمد. مرحبا بك يا محمد حياكم الله ومشرفينا في محلكم الثاني. مرحبا ومسهلا فيكم. انا ودي في البدايه بس لو تكلمونا عن هذه المنافسه اللي صارت في الكويت وتعطونا عنها فكره بشكل يعني مفصل. معرض الاختراعات في الكويت يعد ثاني اكبر معرض للاختراعات في العالم. نعم.
بعد معرض جنيف، هو يضم يعني كوكبة كبيرة من المخترعين. نعم. اللي لهم في المجال أكثر من 15 سنة. ما شاء الله. يعني مجال كبير وواسع، شركات أفراد. فيكون في تحدي كمخترعين اللي هو شركات وأفراد منهم مخترعين والناس المهتمين المستثمرين يكونوا موجودين في المكان. فالمكان هذا يعني معرض جدا مهم لمكانته وللناس اللي يكونوا موجودين فيه. الله يوفقكم. الله يوفقكم. خلينا ننتقل بالسؤال لمحمد الحسني. محمد، باعتبارك أنت صاحب الاختراع اللي شارك فيه محمد جاسم الكواري في المعرض. صح؟ صحيح. صحيح. شلون جاتك فكرة الاختراع؟ نبغى نعرف. احنا عندنا فضول. هو الاختراع هو نظام كفوء ترويض الطاقة الشمسية، منطقة شمسية، يعني نظام يعتمد على استغلال العنصرين الضوئي والحراري من الشمس في الوصول إلى كفاءة أعلى، إنتاجية أعلى يعني، في مساحة أقل مع صيانة أقل. هذه فكرة الاختراع. يعني وضح لنا أكثر، يعني استخدام الطاقة اللي هي الطبيعية في توليد طاقة أخرى يمكن تكون كهربائية. نعم. طيب وهذه الفكرة في تشغيل إيش بالضبط؟ تشغل طاقة كهربائية، تشغل فيها اللي تبيه، تلفزيون، ثلاجة، مكيف، اللي تبيه يعني. نعم. أيوة. نعم. وموفرة يعني حتى في المال في كل شيء. إيه نعم. الله يوفق إن شاء الله. وفكرة الاختراع. طيب. نبغى نعرف مميزاته هذا الاختراع. أيوة، هو إنتاجية أعلى، في مساحة أقل، صيانة أقل، وتكلفة. مساحة أقل اللي فهمتها اللي هي البانل صح؟ اللي هي المستطيلات الضوئية. هو مثلا لو بتحتاج 10 أمتار من المساحة حق البانلز أوكي. على أساس توفر مثلا 100 واط على سبيل المثال. بهذا الاختراع بتحتاج 4 أمتار. 4 أمتار. وفرت أنت 6. وفر 6 أمتار. وفرنا 6 أمتار. نعم، يعني أنت وفرت مساحة وفرت صيانة. أكثر من ضعف تقريبا مقارنة مع البانلز. ممتاز ممتاز. محمد، شو الصعوبات؟ طيب يعني أنت يوم سويت هالشيء ما في شيء يجيب سهولة. أكيد إن في صعوبات واجهتك في الاختراع، خربت أنت، كسرت أنت، سويت أنت، بس في الأخير طلعت بالزبدة. وش الصعوبات اللي واجهتك على أساس إخوانك اللي يشوفون اللقاء ممكن هم يسوون مثل هذه الاختراعات يعرفون إن بتجيهم الصعوبة الفلانية أو الصعوبة الفلانية؟ هو أول شيء البحث صراحة. أول شيء لازم تتعلم وتبحث، يعني يكون عندك الخلفية العلمية الوافية والكافية إنك تنتج اختراع أو تلقي حل جديد لمشكلة. لمشكلة معينة. التحدي الثاني صعب القدرة على تحمل الفشل. هذا أهم شيء. إيه. نعم. هذا أصعب شيء صراحة. نعم. يعني كان إنك تفشل مرة وتفشل مرتين. نعم. وثلاث وأربع وعشر ومية مرة لين ما تطلع بنتيجة فعالة. الله يوفقك. نعم. أبو جاسم، إحنا نعود عليك بحكم إنك أنت اللي فائز، لكن الفوز هذا يعتبر إنجاز قطري مشرف وكبير على الصعيد الإقليمي. ودنا نعرف يعني كنت متوقع محمد هذا الفوز ولا لا؟ طبعاً بوجود الشباب اللي موجودين، يعني الاختراعات اللي موجودة، وبحكم ان انا كنت في المعرض قبل سنة 2012 وعارف قوة المعرض، قوة المشاركين فيه، انا كنت اتوقع ان احنا نحصد جوائز متميزة، لكن عددها شنو هي الجوائز بالضبط ما كنت اتوقع. هل كانت 3 جوائز او اكثر؟ تصحيح للذهبية. الذهبية فيها 3 مستويات في المعرض. فيها صفوة الصفوة، وفيها الذهبية مع تقدير الحكام، فيها الذهبية العادية. اللي حصلت عليها قطر 3 ميداليات صفوة الصفوة. ما شاء الله. ما شاء الله. اللهم لك الحمد. اللهم هو أعلى درجة من الذهبيات. اللهم لك الحمد. فهاي يعني الشيء اللي يعني ما كنت متوقع. نعم. ومحمد، هذه الميدالية صفوة الصفوة كانت كلها منوطة بالاختراع اللي تم من قبل محمد أو تقديم هذا الجهاز في هذا المعرض، صحيح؟ نعم. إذن طيب أنا ودي أعرف أكثر عن معايير التقييم اللي صارت. أكيد كانت منافسة شرسة، أنت تقول يعني اللي جايين من مختلف أقطار العالم، وأيضا في ناس لهم باع طويل بعشر و15 سنة في هذا المجال، ولكن ما هي آليات التقييم اللي رجحت والله من الاختراع القطري على أساس نخلي هذا درب ويمشون عليه؟ طبعا التقييم يقسم إلى فئات، يعني نعم. فئة محمد الحوسني فئة الطاقة، الطاقة النظيفة والطاقة الشمسية. نعم. فالفئة هذه متقسمة إلى عدة أشخاص، الأشخاص اللي فيها سواء كان شركات وأفراد. نعم. هم يقيمون الشركات من الأول فيها وكأفراد من يكون الأول فيها. نعم. فمحمد الحوسني يعني خذ في تصنيفه الأول على تصنيفه. ممتاز. أوكي، فهاي من ناحية الأفراد. نعم. الحكم. نعم. طبعا هذه أول أقطع كلامك إلا بالخير، هذه الصورة وأنت تتقلد يعني إحدى الميداليات وأنت تستلم الجاهزة ميدالية محمد الحسني. هذا محمد جاسم الكواري صح؟ أي ميدالية محمد الحسني. محمد الحسني. أنا وأخوي محمد واحد. بس الصورة هزية منك في الاستديو. هاي الله يسلمك. رشينج بعد كان شوي زحمة الموضوع. طيب أنت الحين تكلمت وقلت إن يعني الميدالية الفئات الفئات على فئات، وفي الله يسلمك من ناحية
الاختراع نفسه قابليه تطبيقه. فاحنا طبعا محمد عن طريق نجوم العلوم تعاون نجوم العلوم وكتر فونديشن طبقوا الاختراع ممتاز اكيد لانه اخذ الاول فتطبق الاختراع وطبق بكفاءه. فكفاءه اللي كانت في نجوم العلوم كفاءه الاختراع كفاءه البحث الطويل اللي كان وراه اظهرت نتيجته على الاختراع نفسه وعكست يعني على اللي موجودين اللي حيث انه تقريبا اربع وزراء زاروا اختراع محمد الحسن ما شاء الله ايوه منهم رئيس وزراء يعني ما شاء الله اي فهاي الشيء اللي يعني رجح محمد الاهتمام الكبير اختراعه. طبعا احنا يعني اللي قمنا فيه مجرد ان احنا شرح بسيط للاختراع بالخلفيه التقنيه اللي وفرها لنا محمد نعم. فهاي المعايير اللي يعني يقومون عليها لجنه التحكم الله يوفقكم ان شاء الله يوفقكم. نرجع للمهندس محمد الحسني. محمد مثل هذا الفوز الكبير يعتبر دفعه معنويه كبيره لك وللداعم لك، لكن ودنا نعرف يعني ايش اللي يقدمه المركز العلمي للمهندسين او للمخترعين على اساس انهم يشاركون في بطولات خارجيه. اول شيء مثلا الدعم اللي قدمه النادي في المعرض هو تكفل تقريبا بكل شيء من الالف الى الياء ما شاء الله، يعني من تذاكر من فندق من حتى مسكن ومشرب وماكل هناك في المعرض. تستاهلون شوي يعتبر في حق مهندسين مبدعين مثلكم الله يجزاك ومحمد جاسم الكواري. ثاني شيء هو يعني وظيفه النادي او الخدمه اللي قدمها النادي في الدوله، يا اخي واحد عنده افكار مثلا من اطفال سواء طفل او شاب يعني حاب يعني يطور هالفكره حاب يحولها الى واقع يبي حد يساعده ما يقدر يسوي الموضوع بنفسه يجي النادي العلمي يساعدونه. يجي عندكم اي في شخص ثاني مثلا حاب يتعلم في مجال معين مو بشرط انه يكون عنده فكره مثلا تطبق ممكن حاب يتعلم يتعلم مهاره معينه ورش عمل يعني يجي عندنا يلقى ورش عمل يلقى تدريبات طور من هذه المهاره. نعم وفي ناس طبعا اللي عندهم ابتكارات قائمه ويحتاجون مثلا كونكشنز يحتاجون يتواصلون مع الجهات المعنيه صحيح ذو الاختصاص يعني صحيح بعد عندكم يجون عندكم صحيح نعم يعني مثل للامانه حمد يعني يمكن شهادتنا تكون في الاخوان مجروح اللي في النادي العلمي، ولكن فعلا في الاونه الاخيره محمد لهم اسهامات كبيره وايضا صار تبني يعني للشباب المتواجدين، لان احنا كنا نزج بالشباب نقول لهم روحوا هناك يا جماعه الخير اللي عنده فكره الجماعه عندهم مهاره وعندهم مهندسين وقادرين انهم يقدمون لكم بالقدر المستطاع اللي هم يعني متكفلين فيه. انا ودي اسالك محمد شو اللي يمثل لك هذا الفوز؟ يمثل لي هاي الفوز يعني بعد طبعا حصولي على مركز طيب من نجوم العلوم يعتبر هاي انجاز عالمي بالنسبه لي يعني نجوم العلوم انجاز عالمي اول بالنسبه لي الانجاز العالمي الثاني بالنسبه لي ان احنا اخذنا الميداليات الذهبيه بهالدرجه هذه ممتاز. فانا بالنسبه لي يعني كرئيس وفد يعني جدا يعني فرحان بالموضوع هذا فرحان بهالانجاز هذا واتمنى انه يتكرر مع رؤساء الوفد الثانيين في المعارض الثانيه ان شاء الله، لان احنا طبعا احنا عندنا في السياسه في النادي احنا يعني رؤساء الوفد يتغيرون تغيير النمطيه تغيير طريقه العرض طريقه الشباب بحيث ان احنا نزرع مهاره انك تراس الوفد صحيح وانك تعرض الاختراعات تتعلم فنون القياده تعلم الناس اللي موجودين في فنون القياده باي حد كان موجود سواء من شباب. هذا اخونا خالد الانصاري حصل على الفضيه نعم حصل على الميداليه الفضيه ومبارك له ويستاهل يستاهل المره الجايه ان شاء الله يكون لقاء معنا ان شاء الله في في النادي العلمي بحيث ان على كلام المخترعين والمبتكرين عندنا في النادي العلمي مركز المبتكرين طبعا اللي انا ماسكه المركز هاي يمسك المخترع نفس ما قال اخوي محمد الحسني من البدايه للنهايه. يعني احنا عندنا في النادي العلمي مركز المبتكرين هو النافذه الاولى او الباب الاول اللي يمر فيها المخترع واحنا نوزع طبعا على اقسام النادي الموجوده هاي ابراهيم المري نعم. يعني عنده اللي هو تقنيه اللي هو الطاقه النظيفه اي الطاقه النظيفه بحيث مستاهل ان شاء الله بعد نسوي معه لقاء بحيث تشغيل ان شاء الله خالد الانصاري باذن الله تعالى ان شاء الله كل من هو مثل الدوله وشرفها وفاز يستاهل اقل شيء نحن نقدره صحيح هذه الجهود يشوفونها الناس نعم وهذا اقل ما يمكن احنا نقدمه للمخترعين او المهتمين في هذا المجال مثلكم وشرواكم يستاهلون ان شاء الله اللقاء ان شاء الله قريب جهزوا انفسكم ان شاء الله ان شاء الله باذن الله تعالى نعم. انا ودي اسال محمد الحوسني ونفس السؤال راح يكون لمحمد الكواري من الجهات اللي انتم ممكن تحتاجون الى دعمها اكثر يعني انتم عندكم دعم ولكن ما يوقف الدعم والدعم اذا جاء بزياده تتحقق نتائج افضل ما هي الجهات اللي انتم تشوفون انها لو تدعمكم اكثر
ممكن انتم تطورون من انفسكم تقدمون ما هو اكثر؟ السؤال موجه لكم الاثنين. اول شيء نسمع اجابه محمد الحسني عقب نرجع. ممكن مؤسسه قطر، قطر فاونديشن. تحتاجون دعم من مؤسسه قطر؟ نعم. سواء ممكن يكون مش دعم مالي او يكون مختبرات او عن طريق الخبرات المهندسين الموجودين. نعم. الشيء الثاني ممكن حق اللي حاب يحول الاختراع على بزنس مثلا يشتغل، ممكن الوزاره، وزاره التجاره والاقتصاد. نعم. يعني بناء على هالكلام اللي تفضلتوا فيه، يعني بس انا احب انوه ان في دار الانماء الاجتماعي دائما يكونوا مختصين، اذا انت عندك فكره وقابله للتطبيق تروح على طول هم يسوون لك دراسه الجدوى وما الى ذلك من كلام، وفي ناس مختصين يساعدونك من اي تزد من البدايه الى ما يتم المشروع، ويشوفون اذا كان لك فرصه تاخذ عندهم في شيء اسمه رساميل فيقوم بالتمويل. فانا اتمنى فعلا اذا كانت هذه الفكره قابله للتطبيق ان تكونوا مستثمرين فعلا حقيقيين للأفكار هذه اللي موجودة عندكم، وأتوقع الحين يعني هذا اللي تسلم جائزة مكتب رئاسة الاختراعات لمن عفواً؟ دوم التعاون الخليجي، دوم التعاون الخليجي للدوسري. نعم. يستاهل. إذا حمد هذا لازم هو وإبراهيم وعندك الأنصاري لازم نجيبهم هنا. نعم. عندنا بالاستديو. يستاهلون كلهم. نعم. محمد نفس السؤال أنا وجهته لأخوك محمد، من الداعمين الرئيسيين اللي ممكن يدعمونكم؟ إحنا عندنا حالياً طبعاً وقعنا اتفاقية قريب مع بنك التنمية. على طريق بنك التنمية للعلم شهادة. نعم. شهادة فيهم مجروحة، يدعمون دائما كل المشاريع وبيض الله وجههم دائما على كل المشاريع ودعمهم. صحيح. هو جزاهم الله خير. طبعا احنا عندنا معانا هم داعمين للأفكار كلها ودعمين بنسبة كبيرة للاختراعات، وعادي يتبنون أي اختراع سواء حتى لو بيطلع برا يتبنونه. وعندنا اتفاقية طبعا مع واحة العلوم والتكنولوجيا. عندنا اتفاقية معهم ونوقع اتفاقيات كثيرة جاية. المركز المبتكرين والنادي العلمي بالهيكلة الجديدة نقول نقدر، إذا نقدر نقول نقدر نقول بداية الطريق. وخلال فترة بسيطة قدرنا نوقع الاتفاقيات هذه، فاعتبر بالنسبة لنا قفزة نوعية. نعم. للأفضل. فأنا طبعا إحنا الأول مبادرة قمنا فيها في مجلس المبتكرين اللي هي في المركز المبتكر اللي هي مجلس المبتكرين. نعم. مجلس المبتكرين يقام طبعا كل اخر ثلاثاء من كل شهر. وطبعا احنا الثلاثاء الجاي اللي هو بكره عندنا مجلس المبتكرين في النادي العلمي، نناقش القضايا اللي تهم المخترعين والمبتكرين بحيث ان نزيل حواجز الخوف والعقبات هذه. ونقرب الناس لبعضها من ناحيه اللي سواء كانوا المهتمين بالمجال سواء كانوا موفرين الخدمه. نجمعهم مع بعض في مكان واحد ويتناقشون المسائل هذه. صحيح. الله يوفق. ما تبغي دعم؟ انا اقول دعم. تبغون دعم؟ لا الدعم، الدعم احنا حصلنا عليه. ما يبغي ابو جاسم. حصلنا عليه حاليا من جهتين. حاليا. لكن طبعا اكيد نبغي من الجهات الثانيه. من الجهه اللي نشوف ممكنها تدعمكم غير مؤسسه قطر ووزاره التجاره والاقتصاد؟ والله انا حاليا ما احضر، لكن كل اختراع يختلف. نعم. يعني مثلا اختراع محمد الحسني انا بروح. نعم. الناس اللي مهتمه في الطاقه الشمسيه راح اتكلم معاهم. نعم. يعني اختراعي انا لا، بتجه مثلا اللجنه الاولمبيه اتكلم معاهم. نعم. ولا اتحاد قطر لكره القدم. صحيح. فكل اختراع يفرق ان انت تبغي من تبغي. نعم. محمد ايضا. صحيح. بعد لازم يعني ننوه الى شيء معين، يعني دائما مهما يكون عندك منتج، يعني هذا في مجال التسويق، مهما يكون عندك منتج ولكن لازم تكون عندك خطه مبيعات وخطه تسويق، فانت عليك ان انت ايضا تسوق للمنتج، من اللي بيتبنى، من اللي بيعطيك اكثر امتيازات، من اللي بيتبنى هذه الفكره. هاي احنا كمركز مبتكرين نسويها. نعم بالضبط. واحنا بدورنا ايضا نقدمكم للمجتمع، لكل من يريد. نعم. ان يتبنى. ما عندنا اي مشكله ان نصور لكم. صحيح. ونعرض المشروع كامل. نعم. في تقرير عندنا او حتى لو يكون اكثر من تقرير، والواحد فيكم يتكلم، انت ولا محمد ولا اي حد من المخترعين. نعم. صحيح. اي حد دعم على الهواء مباشره. حاضرين. احنا نصورنا في قناه الرياض. حاضرين باللي تبغونه. خذنا دعم. حاضرين. مره من فينا. احنا نتمنى لكم المزيد من التوفيق. ويمكن في مقوله جدا شهيره لتشرشل تقول ان النجاح يستدعي، النجاح هو الانتقال من فشل الى فشل ولكن دون ياس او كلل. فهو القصد ان الواحد يحاول الى ان يوصل الى النتيجه المرجوه. احمد بدك تقول شيء ولا؟ ابدا، انا مستانس على المثل. المفروض يتبنون المثل ذا. واحنا ايضا بدورنا نشكركم على حضوركم معنا اليوم، محمد جاسم الكواري مدير مركز المبتكرين بالنادي العلمي، وايضا المخترع المهندس محمد الحسني رئيس قسم الطاقه المتجدده بالنادي العلمي. الله يوفقكم ان شاء الله جميع ومنها للاعلى، ونبي دائما يعني تجيبون لنا انجازات ونفتخر فيها، ويكون لنا احنا او اي مكان اخر سبق حصري لابراسكم للمجتمع اللي ينتظر منكم المزيد ان شاء الله. القادم افضل باذن
الله ان شاء الله دامكم اللي موجودين فيه ان شاء الله يكون افضل وان شاء الله. الله يوفقكم. مشكور يا محمد ما قصرت، مبروكين على هذا الانجاز. بالتوفيق يا محمد ما قصرتوا، تستاهلون هذا الانجاز. ونبارك بعد الاخوان اللي شاركوا معكم وفازوا، عبد الرحمن ومن الاخر خالد الانصاري، خالد الانصاري ومحمد جاسم وابراهيم محمد جاسم، يستاهلون. والف مبروك باذن الله تعالى. مشاهدينا نبقى في مجال الابتكار، حيث اعلنت مؤسسة الفيصل بلا حدود مؤتمرا صحفيا اعلنت خلاله عن تنظيم الموسم الجديد لبرنامج وجه وجهتك. نعم حمد، والبرنامج هو النسخة المعربة لبرنامج ديستنيشن ايماجينيشن، ونتابع وياكم تفاصيل اكثر عن هذه المسابقة في التقرير التالي. وجه وجهتك برنامج يهدف إلى تنمية مهارات التفكير الإبداعي لدى جميع فئات الطلاب، أطلقته مؤسسة الفيصل بلا حدود في العام 2013، وها هي اليوم تستعد لاستقبال 3000 طالب للمشاركة في مسابقة هذا العام. وجه وجهتك هو عبارة عن النسخة العربية لمسابقة دولية اسمها Imagination Destination. هذه المسابقة تحصل كل سنة في الولايات المتحدة. طبعا احنا قمنا بإحضار هذه المسابقة أو البرنامج لدولة قطر، وهو أول مرة يكون في دولة عربية، وعبارة عن برنامج يركز على تعزيز مهارات لدى الطلاب، المهارات القيادية الإبداعية، التفكير الإبداعي، الانضباط، المهارات الأخرى اللي يحتاجها الطالب في حياته العملية والأكاديمية أيضا. طبعا احنا كل سنة نبتعث الفرق الفائزة في المسابقات هذه إلى الولايات المتحدة لينافسوا الفرق من الدول الأخرى. تقريبا في 20 دولة تشارك في كل سنة في أمريكا. هالسنة طبعا احنا راح يعني الهدف من هالشيء اليوم الحدث هذا، احنا راح نطلق المسابقة الوطنية وسميناها الإقليمية، وهي النسخة الثالثة. طبعا راح تكون الجديد هالسنة بمشاركة دول من برا، يعني بتكون فرق من دول عربية وأيضا من دول آسيوية وأوروبية وأمريكا راح تشارك. شاركت في برنامج وجه وجهتك لعام 2015، وبفضل من الله وصلت للولايات المتحدة الأمريكية وخاصة في ولاية تينيسي. قدمنا هناك دولة قطر، كان البحث مالنا عن البحث العلمي، هو قسمها البحث العلمي Making Waves، شو ممكن نسوي جهاز نطلع فيه موجات الصوت بمواد بسيطة وموجودة بكل مكان. قدمنا البحث مالنا وفزنا فيه أول شيء في الدوحة بالمركز الأول، وكان درجتنا 233 من 240. بعدها شهر 5 رحنا لأمريكا. أنا شاركت وجه وجهتك في الارتجالي وحبيت هذه التجربة، واستفدت منها أني أكون واثقة من نفسي دائما وما استسلم، أن هذه الحياة تجربة وأتعاون مع رفجاتي وأكون متسامحة. مع تزايد الاستثمار في الأصول غير المادية بات الابتكار أكثر أهمية كمحرك للنمو، وتماشيا مع هذا التوجه تبنت مؤسسة الفيصل هذا البرنامج للمشاركة في دعم رؤية الدولة في بناء نظام تعليمي يواكب المعايير العالمية. ننتقل الحين مشاهدينا الكرام إلى سوق واقف، حيث يتواجد نديب قناة الريان فواز مزهر اللي يطلعنا على أجواء السوق. فواز مساك الله بالخير والكلمة عندك. يا هلا ومرحبا فيك أخوي حمد وأخوي خالد، مساكم الله بالخير. أمسي ورحب على مشاهدين الكرام من خلال شاشة الريان الفضائية، متواجدين في هذه الأجواء الحلوة في سوق واقف. ما شاء الله زحمة الناس صراحة ترد الروح، وكالعادة ناخذ بعض اللقاءات وبعض الدردشة الخفيفة مع الزوار اللي يتواجدون في هذا السوق وهذا الصرح والمعلم السياحي في قطر. نتعرف عليك ونقول لك يا هلا ومرحبا. مرحبا بك، معك جمال العتيبي من دولة الكويت. والنعم فيك يا جمال. جمال كم يوم صار لك؟ يومين تقريبا. طيب جمال، انتم في الكويت عندكم المباركية. احنا عندنا السوق واقف، شلون شايف الاجواء في السوق؟ سوق حلو ممتع والاجواء حلوة.
وما يختلف عن المباركية، وأحلى ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يبارك لكم. الله يسلمك. زين جمال، شنو أكثر شيء لفت انتباهك في السوق؟ التنظيم. حلو. التنظيم والترتيب، الأمن. نعم. عرفت الواحد ماخذ راحته مع عائلته، ما حد يعني ضايقه أو بالعكس. الله، فكرة طيبة والله يبارك لكم. الله يسلمك، وإحنا شاكرين لك أيضا إتاحة الفرصة. الله يعطيك العافية أخوي جمال، مشكور مشكور. أيضا معنا أحد الزوار ومن بلد آخر، نتعرف عليك ونقول لك يا هلا. يا مرحبا وسهلا، معك أخوك سالم من عمان. والنعم فيك يا سالم، وحيا الله أهل عمان. سالم، كم يوم صار لك في قطر؟ والله أنا صار لي اليوم واصل. إيه؟ الصباح واصل، وعطول أول ما وصلت المكان الوحيد اللي توجهت له سوق واقف. حلو. طيب شلون شايف الاجواء في سوق واقف؟ والله انا زرت السوق قبل فتره، كان في 2012. حلو. وزرته الحين الحمد لله، اشوف اشياء جديده، اشياء متطور دائما. اللي لفت انتباهي مركز المعلومات. ايه؟ هو هذا المركز اللي لفت انتباهي، وانا انصح كل الزوار. نعم. يتوجهوا الى هذا المركز، لانه في كل المعلومات عن سوق واقف وعن قطر بشكل عام. صحيح، يعني أي حد يكون مثلا يبي يستفيد من شيء في السوق، يعرف معلومة فعلا، يجي عند مركز المعلومات والسياحة ويأخذ المعلومة اللي يبيها في سوق واقف. أيضا من ناحية أخرى، إيش اللي لفت انتباهك؟ اللي لفت انتباهي هذا السنة هو كثرة السياح. السياح في ازدياد كبير عكس كان 2012، والبرامج اللي يقدمها المنظمين لسوق واقف تنوعت، من أغاني، مسرحيات، هذه الأشياء، فرق شعبية. حلو. الحمد لله يعني في تطور في الموضوع. الله يعطيك العافية. الله، ولا عافية. تحرمنا أيضا زياراتك الدائمة. لا إن شاء الله، أنا اليوم واصل ولي بعدني مستمر لأسبوعين إن شاء الله. الله نرحب فيك، نشكر لك أيضا تحت الفرصة. مشكور أخوي سالم، الله يعطيك العافية. هذا اللي كان عندي مشاهدينا من أجواء سوق واقف. الكلمة عند أخواني في الاستديو، لكم الكلمة، تفضلوا. شكرا يا فواز، وشكرا لضيوفك الكرام، ونرحب فيهم في بلدهم الثاني في قطر، اخونا اللي من الكويت واخونا اللي من سلطنه عمان. والله يحييهم ان شاء الله في محلهم الثاني. حياهم الله في قطر. اذا اعزائي المشاهدين، نطلع وياكم الفاصل القصير ونواصل بعده، ما تبقى من برنامجكم ترحيب، ابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل. في الشأن الإنساني، حيث أطلق الهلال الأحمر القطري حملة الشتاء الدافئ 2015-2016، وذلك لتوفير احتياجات اللاجئين في عدد من البلدان. خلونا نشوف هذه الحملة في هذا التقرير. في مقر الهلال الأحمر القطري أطلق حملة الشتاء الدافئ 2015-2016، والتي تنظم للعام التاسع على التوالي، لتوفير الاحتياجات والمساعدات الشتوية للأسر الأكثر فقراً واللاجئين في عدد من البلدان. لا شك أن تضافر الجهود مطلوب فيها من جميع الجهات الإعلامية والجهات الرسمية، وكذلك المتبرعين، وهم حقيقة الهدف الأساسي اللي يعني نتمنى من الله أن يجازيهم ألف خير على ما يقومون فيه من دعم لهذا النوع من الحملات المهمة. وتأتي حملة هذا العام على نطاق أوسع لتشمل مناطق كثيرة، حيث خصصت لتنفيذ مشاريع الحملة 11 مليون ريال قطري لتلبية احتياجات أكثر من 200 ألف مستفيد. الدول اللي راح نعمل فيها إن شاء الله، أو إحنا مستهدفينها فيها، الناس اللي هي داخل سوريا، اللاجئين السوريين في لبنان والأردن، فلسطين في المخيمات في لبنان، اليمن، شمال العراق، أفغانستان، هذه الدول طبعاً اللي راح نعمل فيها، أو إحنا نستهدف جمع الأموال للعمل فيها. وإحنا بدينا صراحة في العمل هذا، إدارة الإغاثة طبعاً مقصرين، بدوا، ما ننتظر إن إحنا
لين تجينا معونات احنا عندنا مبالغ ونبتدي فيها. تجدر الإشارة إلى أن حملة الشتاء الدافئ هي أحد المشروعات الموسمية الهامة التي ينفذها الهلال الأحمر كل عام من أجل مساعدة الفئات الضعيفة وإعانتها على تحمل ظروفها الإنسانية الصعبة والتي تعانيها على مدار العام، وتزداد قسوتها مع برودة الطقس في فصل الشتاء. هذا بالانتقال أعزائي المشاهدين إلى موضوع آخر. تشهد دولتنا الحبيبة قطر العديد من الفعاليات والمسابقات اللي تهدف إلى تعزيز وإحياء تراثنا بكل أشكاله واللي نعتز فيه. نعم، بطولة بروك، هذه البطولة لدعو الصقور واحدة من بين هذه المسابقات. خلونا نشوف هذا التقرير عن هذه المسابقة. على مدى 3 أيام من المنافسات في منطقة زكريت اختتمت النسخة الأولى لبطولة بروق لدعو الصقور بالتلواح، والتي نظمها مركز شباب الجميلية وبالتعاون مع جمعية القناص. ٣٣٣ صقاراً تنافسوا على ألقاب فئات المسابقة الثلاث، وهي قرناص حر وقرناص شاهين وفرخ حر. اليوم الأول للبطولة شهد تصفيات فئة قرناص حر، وذلك بمشاركة 73 متنافساً، وتأهل منهم 5 إلى النهائي. فئتي قرناص شاهين وفرخ حر تأهل 5 عن كل فئة. وفي اليوم الأخير للبطولة تنافس المتأهلون إلى النهائي بالفئات الثلاث للبطولة، حيث تم تتويج الفائزين بالمراكز الثلاث. البطولة كانت فرصة أيضاً للصقارين الواعدين، حيث شارك 28 متنافساً ليتنافسوا فيما بينهم على جائزة الصقار الواعد في البطولة. ولا شك بأن المشاركة الواسعة التي شهدتها البطولة في نسختها الأولى عكست نجاحها في تحقيق الهدف الرئيسي منها والمتمثل بإحياء التراث القطري في مجال الصيد والقنص، بالإضافة إلى تشجيع الشباب على ممارسة رياضة مهمة وتعريفهم بتراث الآباء والأجداد وصقل مهاراتهم في هذا الجانب. نعم، إذن أعزائي المشاهدين ننتقل وياكم الآن إلى الشأن المالي، حيث نظم بنك قطر الوطني المنتدى الثالث لإدارة الأصول والثروات بمشاركة عدد من الخبراء الماليين. تمثل الاستثمارات وإدارة الثروات موضوعاً بالغ الأهمية لجميع الشركات والأفراد، وفي هذا الإطار نظم بنك قطر الوطني المنتدى الثالث لإدارة الأصول والثروات، والذي حاضر فيه عدد من الخبراء الماليين. وسعى البنك من خلال تنظيم المنتدى إلى تقديم المشورة والمعلومات على المستويين الفني والمالي للعملاء في مختلف الأسواق العالمية والمحلية عن طريق فريق متخصص ذو خبرة عالية. وخلال المنتدى تمت مناقشة العديد من الموضوعات التي تهم قطاع الشركات، منها تقلبات الأسواق والتنويع الجغرافي الأمثل لمحافظ الشركات واستثماراتها في مختلف الأصول. وتعد مجموعة بنك قطر الوطني المدير الرائد للصناديق في قطر، وواحدة من أبرز مديري الأصول في المنطقة.
هدف من المنتدى هو مناقشة بعض الأمور الهامة المتعلقة بالاقتصاد والأسواق المالية. استضفنا عدد من مدراء المحافظ والمحللين الماليين في قبل بنك قطر الوطني بالإضافة إلى الشركات العالمية الأخرى. تناقشنا مع عملائنا بخصوص الاقتصاد الكلي ومدى تأثيره على الأسواق المالية القطرية وغيرها. أهمية المؤتمر هو استضافة العملاء لتطلعهم للأمور الاقتصادية الحيوية الفعالة في الأسواق المالية حاليا ومدى تأثرهم من خلال محافظهم على الأخبار الموجودة حاليا في السوق. إذ يدير البنك حالياً العديد من فئات الأصول المختلفة في كل من دولة قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والعديد من الأسواق الواعدة. إدارة الأصول والثروات ببنك قطر الوطني تقوم حالياً بإدارة ما يقارب من 17 مليار ريال قطرياً من الأصول في مختلف الفئات والمناطق الجغرافية. ولعل الخبرة التي يتمتع بها فريق إدارة الأصول في البنك أهلته للحصول على العديد من الجوائز المرموقة، كان آخرها جائزة أفضل مدير أصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2015. الحين مشاهدينا إلى الرياضة، حيث دأبت اللجنة الأولمبية القطرية إلى أن تعقد جلسة شهرية للإعلاميين وذلك لإطلاعهم على أبرز البطولات اللي تستضيفها الدوحة وتسلط الضوء عليها مع نخبة من الرياضيين المشاركين في هذه البطولات. دأبت اللجنة الأولمبية القطرية أن تعقد جلسة شهرية للإعلاميين وذلك لإطلاعهم على أبرز البطولات التي تستضيفها الدوحة وتسليط الضوء عليها مع نخبة من الرياضيين المشاركين في هذه البطولات. تتم إقامة الجلسة الإعلامية التعريفية بأبرز البطولات التي ستقام في دولة قطر بشكل شهري داخل مقر اللجنة الأولمبية القطرية، ويتم دعوة جميع وسائل الإعلام لتعريفهم بهذا الحدث. ستقام إن شاء الله الشهر القادم عندنا 4 بطولات كبيرة، من أبرزها إن شاء الله اللي هي بطولة العالم المبارزة، أيضا بطولة العالم للسلة 3x3. الجلسة شهدت تعريفا للرياضيين المشاركين في الجلسة والذين مثلوا الفريق القطري للمبارزة ولكرة السلة. حاليا احنا عندنا ان شاء الله بطولة الجائزة الكبرى للمبارزة، هي بطولة تعتبر نفس بطولة عالم تقام كل سنة عندنا في الدوحة. إن شاء الله راح تبدأ البطولة هالسنة من تاريخ 4 ديسمبر إلى 7 ديسمبر. هدفنا في البطولة هذه إن نعدي فترة المجموعات إن شاء الله، وإن شاء الله نطلع بمستوى حلو ونقدم مستوى جيد إن شاء الله. طبعاً البطولة أول ستار اللي جاية تريان تري هي بطولة جائزة الكبرى، بطولة في كل النجوم، نشارك فيها تقريباً أحسن 6 الفرق في العالم، ولله الحمد العام الماضي حققنا فيها مركز الثاني، السنة هدفنا أن نحقق المركز الأول. وتشكل هذه الجلسات التي تقيمها اللجنة الأولمبية القطرية فرصة لمعرفة المزيد عن الأحداث الرياضية التي تجري في الدولة شهريا وعن الرياضيين القطريين المميزين. وصلنا مشاهدينا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ترحيب. لأي اقتراحات أو استفسارات وللتواصل مع فريق عمل برنامج ترحيب يمكنكم مشاهدينا متابعتنا والمشاركة عن طريق تويتر من خلال هاشتاغ برنامج ترحيب. نعم، أو عبر الانستغرام الريان تي في. نرحب بأي اقتراحات أو استفسارات. في أمان الله.